الثاني حيوان بري. عندنا قاعدة في الحيوان البري، واحدة واحدة حتى تضبط ولا تسأل أحد بإذن الله بعد اليوم. كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير يصيد به، سقط. طيب، كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله، كل ما أمر بقتله، حية، العقرب، الفأر، أمر بقتله، صح، في الحل وفي الحرم. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وزاد مسلم وفي الصلاة، هذا مأمور بقتله. المنهي عن قتله كذلك، منهي عن قتله، كيف تقتله؟ إذن حرام الأكل، كل ذي ناب، كل ذي مخلب، كل ما أمر أو نهي عن قتله. طيب، يبقى معنا كل ما هو مستقذر ويأكل خبائث كالجلالة، سيأتي معنا. جلالة هي التي تأكل الخبائث في الغالب، سيأتي معنا مرة في القواعد الفقهية عند ابن سعدي رحمه الله أن هناك وازع طبعي ووازع شرعي، شيء يمنعك من ارتكاب المحرمات. أحيانا المانع يكون الطبع، فيه عاقل يأكل خبائث، حتى الدواب إذا كانت تأكل خبائث ماذا نصنع فيها؟ نأتي بها وندخلها السجن، نعم، حتى تعتاد على أكل الطيب ثم تخرج. لديه دجاج واعتاد على أكل الخبائث، ماذا نصنع فيه؟ يحبس حتى يعتاد أكل الطيب ثم يخرج. العاقل الإنسان ما يمكن يأكل خبائث، صحيح؟ هل عليه عقوبة؟ لا عقوبة، اكتفى الشرع هنا بالوازع طبيعي، طبيعة تأبى أن تأكل خبائث. يا أخواننا، عرض الخمر والله على دواب وأبت تشرب الخمر. في أحد يشرب خمر عاقل؟ سبحان الله. في أحد يأكل خنزير وهو عاقل؟ أيضا سبحان الله. الثاني وازع شرعي، مثل ما ذكرنا مثلا في يأتينا عقوبة السرقة مثلا. طيب، كل ذي ناب، كل ذي مخلب، كل ما أمر أو نهي عن قتله، كل ما هو خبيث. الخامس قبل هذا الحمار، حمار الأهلي، ذي ناب، ذي مخلب، مأمور بقتله، منهي عن قتله، خبيث، يأكل طيبا، حرم الأكل للنص، الحمد لله. هذه أمور خمسة، من يعيد عليه؟ نعم يا شيخ، بسم الله. الأول كل ذي ناب من السباع، أسد وفهد وغيره، وكلب، نعم، ذو مخلب من الطير يصيد به، نعم، ما أمر أو نهي عن قتله، استقذر مستقبح ويأكل الخبائث، حمار، والحمد لله حمار الأهل وترتاح. وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. طيب، الحيوان عرفنا، يبقى معنا غير الحيوان، أطعمة. الطعام الأصل فيه الحل، كل الأطعمة إلا ما هو مضر، نعم. طيب، كذلك الأشربة كلها جائزة وحلال إلا ما أسكر أو أضر،
مضر كالسم، مسكر الخمر. وكذلك لدينا الآن يعني بعض الأشياء التي يعني حدثت، مخدرات وغيرها. طيب، أمثلة للحيوانات الجائزة الأكل، من يعرف؟ حيوان، بسم الله، بهيمة الأنعام، إبل، بقر، جواميس، غنم، خيل، يجوز أكل الخيل؟ الخيل نعم يجوز، نعم في حديث في هذا. الدجاج، ما تأكل دجاج؟ جائز. ما تعرف الدجاج؟ ايش؟ قولي. جائز؟ جائز. البط؟ جائز. الحمام؟ خلو بيجون مو بيجو، انتبه. نعم. وغيره؟ الأرانب، اجلس، هذا كل كلمة ترجمة، أوقف. أرانب، الضب، الضب يجوز أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، الضبع كذلك، مفهوم؟ الجراد، حي وميت. الضب يجوز، الضبع يجوز، اجلس. الحمار، الوحشي جائز الأكل. الأهلي، لماذا؟ جاء النص سبحان الله، الصحابة في خيبر رضوان الله عليهم لم يمنعهم الخروج الجهاد في سبيل الله لا مرض ولا خوف ولا قلة زاد. خرج إلى خيبر وعلي رضي الله عنه به رمد، طبخ الحمر الأهلية جوع، جهاد تعب ومشقة، ونحن اليوم لا تعب لا مشقة لا غير. طيب، ثم ذكر باب الذكاء والصيد، يعني التذكية هي أو أقسام ثلاثة التذكية، وارتاح، ذبح ونحر وعقد، كم قسم؟ ثلاثة أقسام. بهذا يكون تكون التذكية، كم قسم تقدم عن ثلاثة رأى؟ ثلاثة. ذبح كما نذبح الآن البقرة والشاة. نحر يكون هنا، مفهوم؟ كما يصنع بالإبل. نعم. الأول ذبح، والثاني نحر، والثالث عقر. العقر يأتي أنه في أي مكان يكون، تعقرها حتى تقع، مفهوم؟ فعقروها قال. يعني اجلس، تعيد. الذبح مثل ما نذبح الآن الغنم والبقر، والنحر مثل نحر الإبل، والعقر أنه يعقرها في أي مكان، مفهوم؟ أو يرميها مثلا بالسهم. طيب اجلس. الحيوان ذكرنا أنه حيوان وغيره هناك في الأطعمة. الحيوان
لا يكون حلال الأكل إلا بالذكاء، إلا السمك والجراد، نعم لا تذكى، ويذكى حيوان البر غير الجراد. التذكية تكون بشروط ستأتي إن شاء الله تعالى، إما بالذبح أو النحر. يصح، يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يصح أننا نذبح البعير ويصح أن ننحر البقرة مثلا، نعم. طيب شروط الذكاء، أن يكون المذكي أي الذابح مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني، مفهوم؟ هذا الشرط الأول. من يعيد لي الشرط الأول؟ شرط، هو يقول الشروط، الشروط شروط للذابح وشروط للآلة وكذلك الشروط في المذبوح أن يخرج منه الدم. بسم الله. أن يكون الذابح أي المذكي مسلم، خرج بهذا، قال مسلم أو كتابي، خرج بهذا. المجوسي، ذبيحة المجوسي يا أخوانا ما أحد يتكلم إلا فلان. اسمك؟ عبد الله. طيب عيد من جديد، مسلم أو يهودي أو نصراني، خرج بهذا المجوسي. طيب وحدة وحدة، مجوسي تصح ذبيحته؟ طيب من يعبد القبور؟ وثني يعبد الأوثان؟ رافضي، رافضي يا رجل، سبحان الله، رافضي رافضي، لماذا لا تصح؟ تصح ذبيحة الكتاب ولا تصح ذبيحة الرافض؟ نعم لا شك في هذا، نعم لا تشك في هذا طرفة عين. الكتاب عندنا نص والرافض عندنا نص، عباد أوثان ما تأكل ذبائحهم أبدا. هل تصح ذبيحة المرأة يا رجل؟ اتق الله. نعم مسلمة تذبح، تأكل ولا ما تأكل؟ تأكل، بل ورد في هذا عن الصحابيات رضي الله عليهم، مسلمة تذبح، تذبح الحمد لله. أجلس. نعم الشرط الثاني أن يكون الذبح بمحدد، الذبح يعني شيء حاد، قم. أي نعم سبحان الله، ذبح بمحدد، يذبح بالسكين. سكين يصح؟ سكين بلاستيكية لا يصح. تعرف أنه بعض الناس هدانا الله إياه لديه أظافر ما شاء الله، فيذبح يقول بهذا الظفر، ها؟ يجرح، لا يصح بالعظم، لا يصح لا بالعظم ولا بالظفر. الله يفتح عليك. اجلس. بعد هذا ان ينهر، يسيل الدم، ينهر الدم الذبح وبعد هذا يسيل الدم. انتبه معي، قد تذبح شاة ولا يخرج منها الدم، هذا دليل انها ماتت قبل الذبح. الآن سقطت دابة شاة من على الجبل وأدركتها وهي حية، بسم الله الله أكبر، وذبحت بمحدد، كيف تعرف أنها حلال إذا سال الدم؟ فهذا معناه أنها وقت الذبح حية. كذلك لو صعقت بالكهرباء، يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذه المسألة، لو صعقت بالكهرباء وأدركتها الآن بسم الله الله أكبر وسال الدم حلال، مفهوم؟ أن يقطع
شرطان. الرابع أن يقطع المري والحلقوم على ما يذكر المؤلف رحمه الله، مجرى الهواء، صحيح، نعم، ومجرى الدم. مجرى الطعام ومجرى الهواء، مجرى الدم الوجهين عرقان. طيب، الشرط الخامس أن يسمي. التسمية إذا نسي التسمية ماذا عليه؟ يعني جاءنا هذا الأخ قال الأضحية، اشتريت الأضحية بالتقسيط، كل شيء في أوروبا بالتقسيط، الله المستعان. المهم اشتري الأضحية وذبح، الله المستعان، نسيت التسمية، ماذا أصنع؟ نعم، صحيح، يأخذ هذه الأضحية إلى الكلاب، ميتة، ميتة. هذا كلام من؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله. يستدل بماذا؟ يستدل بالصيد. إذا نسي التسمية الآن عند الصيد على ما سيأتي معنا في الحديث تكون ميتة ولا أكل منها، مثل هذه الأضحية. لو نشرنا هذه الفتوى بين الناس تجدوا الآن بعض الناس يسمي وهو يمشي، قبل عندما يأخذ السكينة يسمي بسم الله الله أكبر. إيه نعم، فإذا نسيت تسمية كانت ميتة، يجرها أكرمك الله كلاب، أي كلاب معروف، أي كلاب. طيب، بعد هذا ذكرنا الذبح والنحر العقر. الآن ندى فر بعير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرك رجل من القوم وعقره، يعقر في أي مكان لكن يسمي. فإذا انقلب الحيوان المستأنس إلى حيوان وحشي كيف نقدر عليه؟ يعقر ويصاد، ينقلب الآن إلى صيد، مفهوم؟ في أي مكان، إذا سمى كان حلال وإلا فهو حرام. سمى على الصيد الآن، وجد غزال وعقرها في أي مكان، قال بسم الله وعقرها، كانت حلال. نعم،